بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بندرس في الهندسة الدرس الثاني تشابه المثلثات. في الدرس الأول كان من شروط تشابه مضلعين تساوي قياسات الزوايا المتناظرة، رقم 2 تناسب أطوال الأضلاع المتناظرة. يبقى احنا درسنا في الدرس الأول شروط تشابه مضلعين، الشرط الأول تساوي قياسات الزوايا المتناظرة، رقم 2 تناسب أطوال الأضلاع المتناظرة. النهاردة بنتكلم في تشابه المثلثات. قالك إذا طابقت زاويتان في مثلث نظائرهما في مثلث آخر كان المثلثان متشابهان. بنقول إذا طابقت زاويتان في مثلث، لو المثلث ألف ب ج في زاويتين بيساوم زاويتين في المثلث س ص ع، فإذا افترضنا أن زاوية ب بتساوي 60 درجة، زاوية ص بتساوي 60 درجة، زاوية ج بتساوي 70، زاوية ع بتساوي 70، 60 و70 130، من 180 تديني 50، إذا زاوية أ تديني 50، قابل مثل زاوية س هتديني 50، إذا التلات زوايا بيساوي التلات زوايا، ومنها بنقول إن المثلث أ ب ج بيتشابه مع المثلث س ص ع. ومن هنا بنقول المسلمة دي إذا طابقت زاويتان في مثلث نظائرهما في مثلث آخر كان المثلثان متشابهان. يبقى احنا في زاويتين بيتساوي مع زاويتين في مثلث تاني، إذا في هذه اللحظة بنقول المثلثان متشابهان. من الملاحظات المهمة بنقول يتشابه المثلثان القائمة الزاوية إذا ساوى قياس زاوية حادة في أحدهما قياس زاوية حادة في الآخر. بنقول تاني بيتشابه المثلثان القائمة الزاوية إذا ساوى قياس زاوية حادة في أحدهما قياس زاوية حادة في الآخر. بمعنى أنا عندي الزاوية دي 90 درجة والزاوية دي 90 درجة، قال لي إذا في زاوية حادة بتساوي زاوية حادة، ما إذا كانت دي 60 على سبيل المثال ودي 60، فمن البديهي جدا إن الزاوية الأخيرة تساوي 30، وبالتالي الزاوية الأخيرة في المثلث الآخر تساوي 30، وبالتالي يبقى التلات زوايا في المثلث الأول بتساوي التلات زوايا اللي بتنظرها في المثلث الثاني، وبالتالي يبقى المثلثان متشابهان. ملاحظة رقم 2 يتشابه المثلثان المتساوية الساقين، يتشابه المثلثان المتساوية الساقين إذا ساوى قياس زاوية في أحدهما قياس الزاوية المناظرة لها في الآخر. إذا كان عند المثلث الأول متساوي الساقين هذه الزاوية 55، يبقى الزاوية الثانية 55. في المثلث الآخر نفس النظام متساوي الساقين، وبالتالي الزاوية دي 55 ودي 55، يبقى هنا 55 هنا 55 هنا متساوي الساقين والزاوية فيه برضو 55، يبقى الزاوية التالتة هتساوي الزاوية التالتة اللي بتنظرها، وبالتالي كل زاوية بتساوي الزاوية اللي بتنظرها، ومن هنا بنقول المثلثان متشابهان. يبقى عندنا هنا دلوقتي في الأولانية يتشابه المثلثان القائمة الزاوية إذا ساوى قياس زاوية حادة في أحدهما قياس زاوية حادة في الآخر، ويتشابه المثلثان المتساوية الساقين إذا ساوى قياس زاوية في أحدهما قياس زاوية المناظرة لها في المثلث الآخر. بنيجي هنا في الملاحظة الثالثة بيتشابه المثلثان المتساوية الأضلاع،
يبقى المثلث المتساوي الأضلاع كل الزوايا بتاعته 60، المثلث المتساوي الأضلاع كل الزوايا بتاعته 60. هذا المثلث بيتشابه مع المثلث ده لأن كل زاوية بتساوي الزاوية اللي بتنظرها، يبقى هنا كل زاوية بتساوي الزاوية اللي مناظرة لها. مثال من كتاب الوزارة، في المثلث ألف ب ج د تنتمي لألف ب وه تنتمي ل ب ج، حيث د ه بيوازي المستقيم ب ج، والمستقيم ب د بيساوي 1.2 سنتيمتر، وألف ه بيساوي 3 سنتي، ألف ج بيساوي 4 سنتي، د ه بيساوي 4.2 سنتي. المطلوب إثبات أن المثلث ألف د ه يتشابه. احنا خدنا المرة اللي فاتت العلامة دي معناها يتشابه، يبقى مطلوب إثبات أن المثلث ألف د ه يتشابه مع المثلث ألف ب ج. ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني، أوجد طول كل من ألف د و ب ج. بنقول تاني المثلث ألف ب ج، قلنا د تنتمي لألف ب و ه تنتمي لب ج، حيث د ه بيوازي ب ج، وب د بيساوي 1.2 سنتيمتر، وألف ه بيساوي 3 سنتي، ألف ج بيساوي 4 سنتي، د ه بيساوي 4.2 سنتي. المطلوب إثبات أن المثلث ألف د ه يتشابه مع المثلث ألف ب ج. ثانيا، أوجد طول كل من ألف د و ب ج. بالنسبة للحل، بنرسم المثلث وبنشوف ايه هي البيانات او المعلومات اللي موجودة عندي بخصوص هذا المثلث. هنلاحظ ان انا عندي الف دال مش موجود وهو طالبه مني في المسألة، وعندي ب جيم برضو مش موجود ومطلوب مني في المسألة. عند البيانات اللي موجودة ان الف ه بيديني بيساوي 3 سنتي، وعندي دال ب بيساوي 1.2، عندي اساسا ألف جيم كله 4، وبالتالي إن ه جيم لوحده بيساوي 1 سنتي. عندي دال ه بيساوي 4.2 سنتي. المطلوب إثبات إن المثلث ألف دال ه، المثلث ألف دال ه بيتشابه مع المثلث ألف ب جيم. المثلثين ألف ودال وه، والمثلث الثاني ألف وب وج، يبقى أنا عندي فيه مثلثين ألف ودال وه، والمثلث الثاني ألف وب وج. أنا عندي بما إن دال ه بيوازي ب ج ده معطي. بنرجع تاني في المسألة بنقول لي دال ه، دال ه بيوازي ب ج. في هذه اللحظة بنقول إن زاوية ب بتساوي زاوية ألف دال ه. نقول تاني ان زاوية ب بتساوي زاوية الف دال ه بالتناظر. برضو بالمثل ان زاوية ج بتساوي زاوية الف ه دال، وزاوية الف زاوية مشتركة بين المثلثين الف دال ه والمثلث الف ب ج، هينتج ان المثلث الف دال ه يتشابه مع المثلث ألف ب ج. طب بيتشابه ليه؟ لأن كل زاوية في المثلث ألف دال ه بتساوي زاوية تناظرها في المثلث ألف ب ج، وبالتالي بينتج إن المثلثين متشابهين. طيب عندي هنا المطلوب الثاني بيقول لي أوجد طول كل من ألف دال وب ج. عاوز ألف دال وعاوز ب ج. بنقول عندي هنا المثلثين متشابهين، ده كان المطلوب الأول وجبناه. قال لك من تشابه المثلثين بينتج أن، بينتج أن إيه؟ إن ألف دال على ألف ب بيساوي ألف ه على ألف ج بيساوي دال ه على ب ج. نقول تاني، يبقى أنا عندي المثلثين ألف دال ه
وألف ب جيم، قال لي دول مثلثين متشابهين، وده ظهر من إثبات الأول. يبقى في الإثبات الأول ظهر لنا إن المثلث ألف د ه يتشابه مع المثلث ألف ب ج، وبالتالي بنقول إن ألف د على ألف ب بيساوي ألف ه على ألف ج بيساوي د ه على ب ج. بنقول هنا تاني، يبقى ألف د على ألف ب بيساوي ألف ه على ألف ج بيساوي د ه على ب ج. عندي ألف د مش موجود في المسألة، ولكن عندي ألف ب عبارة عن ألف د زائد واحد واتنين من عشر. يبقى أنا عندي ألف ب كله عبارة عن ألف د زائد د ب، د ب بنشيله وبنحط واحد واتنين من عشر. يبقى أنا عندي ألف د على ألف ب، ألف ب بيساوي ألف د زائد واحد واتنين من عشرة اللي هو د ب. عندي بيساوي ألف ه على ألف ج. ألف ه في المثال اللي موجود ألف ه بتلاتة، ألف ج كله بأربعة، يبقى بيساوي تلاتة على أربعة. بيساوي د ه على ب ج، د ه على ب ج، د ه بأربعة واتنين من عشرة على ب ج، أو مازال مجهول بالنسبة لي. عندي هنا التلاتة على الأربعة هي ديت اللي هتحل لي اللغز بتاع المسألة كلها. بنقول إن ألف د، هناخد الجزء اللي على اليمين بقى، إن ألف د على ألف د زائد واحد واتنين من عشرة، واحد واتنين من عشرة اللي هي كانت د ب، د ب. يبقى أنا عندي ألف د على ألف د زائد واحد واتنين من عشرة بتساوي التلاتة على الأربعة. هناخد الجزء اللي على اليمين ده لوحده، ألف د على ألف د زائد واحد واتنين من عشرة تديني تلاتة على الأربعة. هنضرب أربعة في ألف د تدينا أربعة ألف د، تلاتة نفتح القوس، ألف د زائد واحد واتنين من عشرة بتساوي، يبقى بالتالي أربعة ألف د، هنضرب التلاتة في ألف د تديني تلاتة ألف د، زائد تلاتة في واحد واتنين من عشرة تديني تلاتة وستة من عشرة. التلاتة ألف د هنطلعها بره بالناقص، تبقى أربعة ألف د ناقص تلاتة ألف د هتديني ألف د، وهنا بتساوي تلاتة وستة من عشرة. وبالتالي إن المطلوب اللي موجود هنا دلوقتي إن ألف د بيساوي تلاتة وستة من عشرة، وهو المطلوب. وبالتالي كان في المسألة بيقول لي ألف د، أوجدنا قيمة ألف د بيساوي تلاتة وستة من عشرة. بالنسبة للجزء الثاني هو عاوز مني ب ج، هناخد الجزء اللي على الشمال، تلاتة على أربعة بتساوي أربعة واتنين من عشرة على ب ج. هنيجي بنشوف عندي التلاتة على الأربعة بتساوي أربعة واتنين من عشرة على ب ج، برضو بالمثل هنضرب طرفين في الوسطين، يبقى التلاتة في ب ج تساوي تلاتة ب ج، أربعة في أربعة واتنين من عشرة، وبالتالي هنا هنقسم الطرفين على التلاتة تديني ب ج بتساوي أربعة في بتساوي أربعة واتنين من عشرة على التلاتة. هنختصر الكسر ده كله مع بعضه، يبقى ب ج بيساوي خمسة وستة من عشرة سنتي، وهو المطلوب. يبقى أنا عندي هنا بنرجع تاني للمثال بتاعنا، وبنقول إن المثلث عندي ألف د ه والمثلث ألف ب ج، ثبتنا إن هما متشابهين لأن زاوية ألف د ه بتساوي زاوية ب بالتناظر، وزاوية ألف ه د بتساوي زاوية ج بالتناظر، والزاوية التالتة اللي هي زاوية ألف مشتركة بين الاتنين، وبالتالي المثلثان ألف د ه وألف ب ج متشابهان. نتج من التشابه إن ألف د على ألف ب بيساوي ألف ه على ألف ج بيساوي د ه على ب ج، ومنها جبنا المجاهيل التانية اللي كانت مجهولة في المسألة، ألف د و ب ج. في مثال تاني في كتاب الوزارة بيقول لي في كل من الأشكال التالية اثبت إن المثلث ألف ب ج بيتشابه مع المثلث ألف د ه، ثم أوجد قيمة س.
بنيجي في المثلث اللي على اليمين، احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان د ه بيوازي ب ج، بنقول ان زاوية الف د ه بتساوي زاوية ب بالتناظر، وبالمثل زاوية الف ه د بتساوي زاوية ج بالتناظر. ومنها بينتج ان المثلث الف د ه بيتشابه مع المثلث الف ب ج. طيب من التشابه بينتج أن أ د على أ ب، أ د على أ ب بيساوي أ ه على أ ج بيساوي د ه على ب ج. يبقى أنا عندي المثلث موجود قدامي أ د ه يتشابه مع المثلث أ ب ج، وقلنا أن زاوية أ د ه بتساوي زاوية ب بالتناظر، زاوية أ ه د بتساوي زاوية ج برضو بالتناظر، والزاوية التالتة زاوية مشتركة اللي هي زاوية أ. وبالتالي بينتج إن المثلثين أ د ه وأ ب ج متشابهة. بينتج من التشابه إن أ د على أ ب بيساوي أ ه على أ ج بيساوي د ه على ب ج. أنا عندي المطلوب في المسألة إن إثبات إن المثلثين أ د ه وأ ب ج متشابهان، وثبتنا بالفعل إن هما متشابهان. طيب المطلوب الثاني أوجد قيمة س. ما هي قيمة س؟ إحنا قلنا قيمة س هنجيبها إزاي؟ أ د على أ ب بيساوي أ ه على أ ج بيساوي د ه على ب ج. أ د بيساوي 4 سنتي، أ ب كله 4 و 2 بيساوي 6، يبقى أ د على أ ب بيساوي 4 على 6، بيساوي أ ه على أ ج. في المسألة بيقول لي هنا إن أ ه على أ ج الاتنين معرفش الأطوال بتاعتهم، بيساوي د ه على ب ج بيساوي د ه على ب ج. وبالتالي هنا بنشوف لما نقول ان ا د على ا ب طلعت 4 على 6، ا ه على ا ج معرفش الاطول الاضلاع بتاعتها ومش محتاجها، عندي د ه على ب ج، د ه في المساله هنا بيساوي 4 س ناقص 5، د ه بيساوي 4 س ناقص 5، ب ج بيساوي س زائد 5. يبقى انا عندي هنشيل د ه ونحط 4 س ناقص 5، نشيل ب ج ونحط س زائد 5، نشيل الجزء اللي في النص مش لازمني بحاجه، يبقى 4 على 6 بيساوي 4 س ناقص 5 على س زائد 5. هنضرب طرفين في وسطين، يبقى 6 في 4 س ناقص 5 بيساوي 4 في س زائد 5. 4 في 6 ب 24 س، 6 في سالب 5 تديني سالب 30، 4 في س ب 4 س، 4 في 5 ب 20. عندي 24 س ناقص 30 بتساوي 4 س زائد 20. هنودي 4 س الجهة التانية ونقلب الإشارة، تبقى 24 س ناقص 4 س، وال 30 هنوديها الجهة التانية ونقلب الإشارة، تبقى 20 زائد 30. عندي 24 س ناقص 4 س تديني 20 س، وهنا 20 زائد 30 تديني 50، هنقسم الاتنين مع بعض على العشرين، يبقى س تساوي 2.5. في عندي نتيجة واحد بيقول لي إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما، فإن المثلث الناتج يكون مشابه المثلث الأصلي. يبقى احنا هنا تاني بنرجع في المثال اللي فات، وبنخلي بالنا ان د ه بيوازي ب ج، بيوازي ب ج، يبقى د ه قطع المستقيم ا ب و ا ج في النقطتين د و ه، يبقى ثبتنا ان المثلث ا د ه بيتشابه مع المثلث ا ب ج، وبالمثل في التمرين اللي قبله. وبالتالي من هنا ظهر النتيجة اللي بتقول لي، من هنا ظهر ان النتيجة من التمرينين اللي فاتوا بيقول لك اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع مثلث ويقطع الضلعين الاخرين او المستقيمين الحاملين لهما، فان المثلث الناتج يكون مشابه المثلث الاصلي. يبقى احنا قلنا دلوقتي في المثال اللي فات
أن دال ه قطع المستقيم ألف ب والمستقيم ألف جيم في المثلث ألف ب جيم وبيوازي ب جيم، وثبتنا أن المثلث ألف دال ه يتشابه مع المثلث ألف ب جيم. منها طلعت هذه النتيجة، أن إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما، فإن المثلث الناتج يكون مشابه المثلث الأصلي. النتيجة الثانية بيقول لي إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية عمود على الوتر، انقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين وكلاهما يشابه المثلث الأصلي. بنقول تاني في النتيجة 2 إذا رسم من رأس القائمة، يبقى ده رأس القائمة معناه أن الزاوية ألف قائمة تساوي 90 درجة، يبقى إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية عمود على الوتر، الوتر عندي اللي هو ب ج، ونزلنا عمود نازل من ألف على ب ج قطع المستقيم ب ج في النقطة د. عندي هنا لما كان المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ب، رسمنا من الرأس ألف، رسمنا من الرأس ألف عمود ينزل على ب ج ويقطع ب ج في النقطة د. في اللحظة دي بنقول إن في مثلثين جداد، يبقى هنا في مثلثين جداد موجودين في المثلث ألف ب ج هما متشابهين. متشابهين إزاي؟ مثلث د ب ألف. نلاحظ كده الأسهم اللي أنا عاملها من الداخل باللون الأسود، إن دال ب ألف، وإحنا قلنا في الدرس اللي فات إن الترتيب مهم في موضوع التشابه، بنقول الترتيب مهم، وبالتالي إن دال ب عامل سهم متجه من دال ب وعامله رقم واحد، معناه إن أنا هبتدي من هنا برقم واحد، دال ب و ألف، يبقى دال ب ألف ده المثلث الأولاني دال ب ألف، ونلاحظ هنا اتجاه الأسهم دال ب ألف، وبالتالي بنقول المثلث الثاني اللي هو دال ألف ج، يبقى أنا عندي هنا في مثلثين متشابهين والاتنين بيتشابهوا مع المثلث الأصلي. المثلثين المتشابهين هما دال ب ألف والمثلث دال ألف جيم، وبنلاحظ هنا الأسهم أنا عاملها بإزاي، من دال ب ده رقم واحد وب ألف رقم اتنين، بالمثل في المثلث التاني اللي هو استجد جديد نتيجة إن نزل ألف دال عمودي على القاعدة ب جيم أو نزل على الوتر ب جيم، بنقول رقم واحد اللي هي دال ألف، يبقى عندي دال ألف وألف جيم وجيم دال، يبقى عندي المثلث الجديد دال ألف جيم دال ألف جيم، بنقول دال ألف، وهنا بدأنا السهم وحطيت جنبه رقم واحد، والسهم التاني اللي هو ألف جيم، والسهم التالت اللي هو جيم دال، وبالتالي هنا المثلثين دال ب ألف يتشابه مع المثلث دال ألف جيم، بيتشابه مع المثلث ألف ب جيم. بنقول تاني الحتة دي ونخلي بالنا من اتجاه الأسهم اللي احنا عاملين، يبقى أنا عندي المثلث دال ب ألف، ونخلي بالنا اتجاه الأسهم ماشي ازاي، بيتشابه مع المثلث دال ألف جيم، بالنا من الأسهم بيتشابه مع المثلث ألف ب جيم، وبنخلي بالنا اتجاهات الأسهم بادية منين وبتنتهي فين. بنقول تاني نتيجة رقم 2، إذا رسم من رأس القائمة في المثلث قائم الزاوية عمود على الوتر، انقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين وكلاهما يشابه المثلث الأصلي. يبقى أنا عندي لما كان المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ألف، نزلت عمود من ألف على الدال، عمود ألف دال بيقطع الوتر ب ج اللي هو بيقابل الزاوية القائمة،
وبالتالي هنا هينتج مثلثين اللي هما د ب ألف ود ألف ج، الاتنين متشابهين وبيتشابهوا مع المثلث الأصلي اللي هو ألف ب وج. بنعيد بنكرر إن لابد نخلي بالنا من اتجاه الأسهم ماشية ازاي. د ب ألف بادية من د وب وألف، المثلث التاني د ألف ج، المثلث التالت ألف ب ج، التلاتة متشابهين مع بعض. بناخد مثال بيقول لي مثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ألف ود ألف د عمودي على ب ج، اثبت إن د ألف وسط متناسب بين د ب ود ج. بنقول تاني المثال ده ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ألف، ألف د عمودي على ب ج، اثبت إن د ألف وسط متناسب بين د ب ود ج. قبل ما نفكر في حل المسألة يعني ايه وسط متناسب، هو بيقول لي دلوقتي ان د ألف وسط متناسب بين د ب ود ج. كنا احنا درسنا في الصف الثالث الاعدادي بنقول ان اذا كان ألف على ب بيساوي ب على ج فان ب وسط متناسب. نقول تاني، اذا كان ألف على ب بيساوي ب على ج، في هذه اللحظة بنقول إن ب وسط متناسب. وسط متناسب معناها إن لو ضربت ب في ب بيساوي ألف في ج. إذا ضربنا طرفين في وسطين هنضرب الألف في ج والب في الب تديني ب تربيع، وبالتالي إن ب تربيع تساوي ألف ج. إذا كان ب تربيع بيساوي ألف ج يبقى في اللحظة دي إن ب وسط متناسب. بنقول تاني يعني ايه وسط متناسب؟ قال لك الوسط المتناسب اذا كان الف على ب بيساوي ب على ج، لما كنا بندرس الكلام ده في موضوع التناسب قال لك ان الف على ب بيساوي ب على ج، في اللحظه دي بنقول ان ب وسط متناسب. ومنها لو ضربنا طرفين في الوسطين يبقى ب تربيع بيساوي الف في ج، ب تربيع بيساوي ألف في ج، يبقى في اللحظة دي وسط متناسب. نرجع تاني للمثال بتاعنا اللي بيقول ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ألف وألف د عمودي على ب ج، اثبت إن د ألف وسط متناسب بين د ب ود ج. إذا في اللحظة دي بنقول وسط متناسب، عرفنا إن وسط متناسب يعني إن ب تربيع بيساوي ألف في ج. طب ماشي، قال لك هنا يبقى المطلوب هنا لو أنا ترجمته بناء على المعلومات اللي أنا ابتديت أتذكرها من سنة تالتة إعدادي إن د ألف تربيع بيساوي د ب في د ج. طب دي جبناها منين؟ ما هو قال لك هنا إن الوسط المتناسب لو إحنا قلنا إن د ألف ان د الف وسط متناسب بين د ب ود ج، يعني ان د الف تربيع هتساوي حاصل ضرب الاثنين التانيين في بعض، يبقى د الف تربيع بتساوي د ب في د ج، وهو ده اللي احنا عاوزين نثبته ان د الف تربيع بيساوي د ب في د ج. طب ما احنا امتى هنجيبها؟ اذا كانت د ب على د الف بتساوي د الف على د ج. طب انا هجيبها منين؟ نشوف بقى في الحل هنجيبها ازاي. يبقى لابد ان الدال ب على دال الف بتساوي دال الف على دال ج. طب هنثبتها ازاي في التمرين؟ نشوف. قال لك من نتيجه 2 بنستنتج ان المثلثات الف ب ج ودال ب الف ودال الف ج مثلثات متشابهه. طب اذا متشابهه ازاي؟ هنرجع تاني للنتيجه. ما النتيجة قال لي إذا رسم من رأس القائم، رأس القائم اللي عندي ألف في المثلث القائم الزاوي عمود على الوتر، نزلنا عمود ألف د ثم انقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين، يبقى المثلث ده هو ألف ب ج هينقسم إلى مثلثين متشابهين وهما الاتنين بيتشابهوا مع المثلث الأصلي. طب المثلث الأولاني اللي هو إيه؟ قلنا د ب ألف، والمثلث الثاني د ألف ج بيتشابه مع المثلث ألف ب ج، ونخلي بالنا ازاي بنبتدي الأسهم. هنرجع تاني، يبقى من نتيجة 2 اللي احنا كنا بنتكلم فيها بنستنتج ان المثلثات ألف ب ج د ب ألف د ألف ج مثلثات متشابهة، ومنها
هنتجاهل هنا المثلث ألف ب ج لأنه مش لازمني. هو كان عندي المطلوب إيه؟ إن د ب على د أ بتساوي د أ على د ج. إزاي هنثبتها؟ قال لي ما إحنا المثلث عندي د ب أ بيتشابه مع د أ ج، وبالتالي لو قلنا إن د ب على د أ، نقول تاني إن د ب أهو على د أ بيساوي د أ د أ على د ج. نقول تاني الحتة دي، يبقى أنا عندي من نتيجة رقم اتنين بنستنتج إن المثلثات أ ب ج و د ب أ و د أ ج مثلثات متشابهة، وبالتالي هنا هنثبت احنا هنتجاهل المثلث ا ب ج لانه مش لازمني في هذا الاثبات، ولكن بنقول ان د ب على د ا على د ا اهو بيساوي د ا، خلي بالنا د ا على د ج، وبالتالي ينتج ان د الألف هنضربها ببعض طرفين في وسطين، وبالتالي د الألف في د الألف تديني د الألف تربيع بتساوي د ب في د ج وهو المطلوب. يبقى احنا النهاردة بنقول ان احنا بدأنا الدرس الثاني في تشابه المثلثات، وقلنا اذا طبقت زاويتين في مثلث نظائرهم في مثلث آخر كان المثلثين متشابهين، وقلنا إن الزاوية دي بتساوي الزاوية ب بتساوي ص وج بتساوي عين، يبقى التالتة أ بتساوي الزاوية س، وبالتالي الزاوية مثلثان متشابهان. وقلنا بيتشابه المثلثان القائمة الزاوية إذا ساوى قياس زاوية حادة في أحدهما قياس زاوية حادة في الآخر، لما يكون دي 90 ودي 90 وهنا دي 60 ودي بتساوي 60، وديهي جدا ان التالتة بتساوي التالتة، وبالتالي كل زاوية بتساوي زاوية بنظرة لها، وبالتالي المثلثان متشابهان. بنقول بيتشابه المثلثان المتساوية الساقين اذا ساوى قياس زاوية في احدهما قياس الزاوية المناظرة لها في الاخر، يعني هنا دي 55 هنا 55 دي 55 55 لان ده متساوي الساقين، وبالتالي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، وهنا برضو الزاوية دي بتساوي الزاوية دي لأنه متساوي الساقين كل منهم 55، وبالتالي إن الزاوية التالتة هتساوي الزاوية التالتة المناظرة لها، وبالتالي المثلثين متشابهين. اللي بيتشابه المثلثات أو المثلثان المتساوي الأضلاع، يبقى كل الزاوية كل المثلث متساوي الأضلاع، كل متساوي الزوايا كل زاوية في 60، برضو نفس النظام المثلث الثاني كل زاوية في 60، يبقى الثلاث زوايا بيشابهم الثلاث زوايا المناظرة لهم، وبالتالي المثلثين متشابهين. قلنا من كتاب الوزارة ان المثلث ألف ب ج وان د ه بيوازي ب ج، المطلوب اثبات ان المثلث ألف د ه يتشابه مع ألف ب ج، وقلنا ان زاوية ان د ه بيوازي، يبقى قلنا د ه بيوازي ب ج، ومنها زاوية ألف د ه بتساوي زاوية ب بالتناظر، وبرضو بالمثل ألف ه د، يبقى الزاوية ألف د ألف ه د بتساوي زاوية ج بالتناظر، والزاوية الثالثة ألف مشتركة، وبالتالي يثبت إن مثلثين متشابهين. هينتج من التشابه إن ألف د على أ ب بيساوي أ ه على أ ج بيساوي د ه على ب ج، وفي هذه اللحظة بنجيب كل المجاهيل اللي كانت ناقصة ومش موجودة في المسألة. بيقول لي في كل من الأشكال التالية اثبت إن المثلث أ ب ج تشابه مع المثلث أ د ه ثم أوجد قيمة س. إحنا قلنا إن د ه بيوازي ب ج، وبالتالي زاوية أ د ه تساوي زاوية ب بالتناظر، وبالمثل أ زاوية أ ه د بتساوي زاوية ج بالتناظر، والزاوية الثالثة زاوية أ مشتركة، يبقى المثلث أ د ه بيتشابه مع المثلث أ ب ج، وبالتالي إن أ د على أ ب بيساوي أ ه على أ ج بيساوي د ه على ب ج، ومنها بنجيب المجاهيل التانية اللي هي قيمة س.
بالنسبة للمثال رقم جيم ده بنسيبه وانتو بتحلوه، يبقى عندي هنا قلنا ان ألف دال على ألف ب بيساوي ألف ه على ألف جيم بيساوي دال ه على ب جيم نتيجة التشابه بتاع المثلثين ألف دال ه وألف ب جيم. من هذا الموضوع وصلنا إلى أن النتيجة رقم واحد أنه إذا رسم مستقيم بيوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما فإن المثلث الناتج بيكون مشابه المثلث الأصلي. وعرفنا أن دال ه بيوازي ب ج يبقى قطع أ ب في النقطة ج قطع أ ج في النقطة ه وبالتالي نتج أن المثلثين أ د ه و أ ب ج مثلثين متشابه. النتيجة الثانية إذا رسم من رأس القائمة في المثلث قائم الزاوية عمود على الوتر انقسم المثلث إذا إلى مثلثين متشابهين وكلاهما يشابه المثلث الأصلي. بنخلي بالنا من الحتة دي لأن كتير جدا من الطلبة بتلخبطوا فيه. يبقى أنا عندي المثلث أ ب ج قائم الزاوية في أ، بنقول إن عملنا عمود نازل من الزاوية القائمة أ على ب ج قطع ب ج في د، وبالتالي بينتج مثلثين اللي هم دال ب ألف. ونخلي بالنا من ترتيب نطق أسماء المثلثات دال ب ألف، وحطيت هنا سهم وحطيت عليه رقم واحد معناه أن أنا ببتدي من دال ب ألف، ده المثلث الأول بيتشابه مع المثلث دال ألف ج بيتشابه مع المثلث ألف ب ج. وبنخلي بالنا ان السهم اللي احنا حاطين عليه رقم واحد بالنسبة للمثلث الكبير ألف ب ج يبقى أنا عندي ألف ب ج ده السهم رقم واحد، عندي بالنسبة للمثلث دال ب ألف وعاملين الأسهم بتاعته داخلية، المثلث الثاني دال ألف ب برضو عاملين الأسهم بتاعته داخلية، المثلث الكبير اللي عاملين الأسهم بتاعته من الخارج. لهنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.